ويشرفني ان احنا معانا كمان بروفيسور دكتور لبنى عز العرب، وهي استاذ الانكولوجي معانا برضو في كليه الطب جامعه عين شمس. Cancer is a leading cause of death worldwide. يعني واحد في كل 6 دبلز يبقى كانسر. ذا موست كومن هما البريست نون كول ريكتال اند بروستيت كانسر. 1/3 اوف ذم لا زالوا ريليتد للهاي بودي ماس اندكس للتوبركلوز، وطبعا اللو انرجي او الفيزيكال انرجي لما تبقى الاكتيفيتي بتاعتها قليله، ودي حاجه مهمه جدا بنهايلايت عليها. It is one of the related causes to development of cancer. اللي تقريبا كلنا بنعاني منها دلوقتي. ولا زال بعض الفيروسات او الانفكشن زي الفيروس والفيروس حصان في الفيروس او كانسر بيس اسبشلي في اللور اند لور ميدل انكم كونتري. ولكن الخبر الوحيد طبعا او الحاجه اللي احنا بنقدر ان اكبر من فيروس كانسر كان بي كيوت ديتكتد ايرلي اند تريتد ديتكتد. ولكن بالنسبه لنا احنا ان كانسر بتجيب لنا فيزيكال اتاك سوشيال بروبلمز ranging from physical injury up to affecting the personal relationship and have variability impact on quality of life of psychiatric patients. In terms of outside oncology, I'm part of it's a more variety of oncology, I'm psychosocial oncology, deep or on the bench, to build the toilet in the subalignment, and then found the germ volumes. Here, an impact with the child of the memorial surgery to the cancer center of New York. وهنا الكريدت هي بروفيسور ايهاب جيمول دي من العصر 2014، وهي اول واحد ابتدى يفكر هاو تو ريد ماي بريد بيشنز. يعني اكيد مش مره بس ان احنا نبتدي نعمل سيرجيكال انفنشن، ولكن الفكره بالنسبه لنا ان احنا كمان لازم نشتغل في السايكايتري فيل. وكانت هي انترستد في الايموشنال تون مش بس الكانسر بيشنز، بس الفاهم بتاعتهم وده اللي موجودين كمان حواليهم. حاجة مهمة جدا طبعا انها تفاضل بتاعت الأمريكان سايكولوجي سوسايتي أند الإنترناشونال سايكولوجي سوسايتي. السوسايتي دي طبعا مهمة جدا لأنها تعتبر هي اللي بتطلع في جاي لاينز كل سنة على الحاجات الجديدة في الريليشن بين سايكولوجي والمنشأة. It doesn't mean only psychological reaction, but it means with behavior, component of coping, and social factors that are associated with diagnosis and treatment of cancer. بس هل احنا بس مجرد ان لما عيان يتشخص ان هو عنده ورم او عنده اي نوع من انواع الكانسر احنا بس اللي احنا نعمل سايكايتري سوشيال هيلث؟ لا، ما لو كمان ان احنا لينا دور كمان في حدود الكانسر نفسه بايولوجيكال ورم او زي ما هي المعرفه بتاعتنا هي رايت سايكوسوشيال. لان لما فعلا بيحصل على العيانين دول لقوا ان النفسيه كمان خطيره كمان بتاعت ريليتد للهرمون بتاعت السرطان نفسه او اينما كان، وللاخر البيولوجي بتاعت المرض نفسه محدود. ولذلك زي ما كانت الدكتوره قلتها في هنا قبل السيشن البيتي في سايت على روتين مخرج الحياه دلوقتي على مستوى العالم. روتين بمعنى ما ينفعش يبقى في عيان بيبقى له عيان متخصص او راو ما يبقاش عنده الفايل بتاعه زي سايكايتري فولو اب او سايكايتري اسسمنت. يعني أكتر حاجة سودة في الأحيان الحالية هي إحنا بنطلب البيولوجي ده أي مرة حاجة تمام في حاجة بتجيب لي تقريبا العكس اللي هو العكس بتاعنا المعروف عليه إن أنزيمات الدبرشن اللي كلنا عارفينه اللي هو طبعا جنريشن أو البيولوجي الكوميديين بيجي أي دامج وبيتعب 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 وبالتالي المناعة بتفرق مش بقى لما يكون عيان ده وتسليم كويسة دورة الميون بروسس اللي بيبقى كان حيصنعوا طبعا
ولكن الأرض الضحي هو key person value for the watch. ولذلك يقول لك you have to go to and you have to defend. شويه للدياجنوزس والتريتمنت. وفي الوقت دوت طبعا احنا بنبقى في كل فيز لينا تدخل ولينا ان احنا نسابورت العيان ده. ولكن في اذر فيزز كمان او ستيجنج كانوا العيانين برده ممكن ان احنا يعني في البحث العلمي عندنا قسموها برده ان ممكن يتعرض اول حاجه لحاجه اسمها الريكوجنيشن والاكسبلوراتوري فيز والكرايسيس وكليمكس ستيج اللي هي الكلايمكس. ده هو فعلا ايقن ان عنده كانسر واكثر وقت بيظهر فيه الانكزايتي والدبرشن والالتر بادي ايمج والانسوميا هي في الستيج دي. بعد كده ايضا بيكون ادابتد او مال ادابتد اكوردنج للكوبنج استراتيجي بتاعته. واللي بتختلف بيننا وبين يعني كل واحد فينا هو عنده هيز اون كوبنج استراتيجي او ديفنسيف. وانس ان هو اصيب باي مرض سواء الكانسر او اي مرض اخر بعد كده الستيج الاخرانيه او ريزوليوشن او ديزوليوشن ودي بيتبعها كل اللونج تيرم سيكولي بتاعه المرض. اذا السرفايفرز اللي هم الناس اللي يعني نجوا وخلاص كانت جاست وانس ويشوف يو ان هم هيبقى عندهم الكانسر لا زال ان حاجه لوت اوف سايكولوجيكال بروبلم مين تبقى ان فورم اوف ابريهنسيف انكزايتي ويتش از ريليتد ان الكانسر ممكن يجي تاني. كلمة palliative care دي كلمة جديدة علينا احنا في الطب بالتأكيد دكتورة لقمة طبعا بالنسبة لكم very well known. هي فكرة ان whatever challenges it will face any one of us whenever there is a life threatening illness سواء الكانسر او اي حاجات يعني اي امراض. بس كمان بيبقى فيه زي ان quality of life of this patient and the caregivers which are present also it is greatly affected. 40 million people are in need of palliative care worldwide. 14% منهم بيتلقوها. وايام زمان لو كنت تسمعوا ان العيان في التيرمينال ستيج بتاع الكانسر كان بيدخل فيها الكنترول ميديسين بره من سنه العيان ومديله مورفين لحد مثلا او اي اذر بنزودايزابين. ريسنتلي طبعا الدكتوره لقمه يمكن هتقول لنا بقى في المرحله دي ايه الفتره دي طبعا تغيرت الجايد لاينز ان احنا نساعد العيان دوت في المراحل الاخرانيه. بالذات ان احنا بيبقى وان اوف ذا يعني التارجت بتاعتنا في الفاليو اوف كير ان احنا نافيرم اللايف اند ريجارد دايل از ا نورمال بروسيس نايدر تو هاستن نور تو باسبون ذا تو بروفايد ريليف فروم بين اند اذر سيمبتومز ذا سايكولوجيكال اند سبيريتشوال ليفل اللي موجوده للعيان to help coping of the family ونعمل زي multidisciplinary approach للعيانين بتوع الانفرش. طيب دي common psychiatric issues ودكتورة لقمة هتقول لنا ايه الحاجات النفسية اللي بتشوفها في العيانين في قسم الأورام هي اللي بتشوفهم بقى. احنا بيقولنا ممكن في بعض المراحل بيقولنا referred من الانفرشي في بعض الأوقات لكن دكتورة لقمة هي اللي بتشوفهم على طول بقى
يعني هم بياخدوا كيمو ثيرابي ويرجعوا لها وياخدوا السيشنز بتاعت الراديو ثيرابي ويرجعوا لها. فهم العيانين دول هي بتقول لهم هتقول بتشوف ايه اكتر؟ بتشوف انكزايتي، بتشوف ديبرشن، بتشوف ديليريوم، بتشوف سايكوز. ولكن احنا يمكن الحته دي انا هسيبها الدكتوره لونا تستفيد بيها. ولكن في الايمجنج بتاعتنا او اللي احنا بنسميها احنا عايزين نعمل زي سكريننج، هل في تول نقدر نعمل سكريننج للعيانين دول اول ما يكونوا موجودين عند الدكتوره لونا ونقول لهم انتوا يا جماعه محتاجين تو بي ريفيرد تو ذا سايكايتري؟ فاحنا عندنا a lot of scales to be done for them. زي البيشنت هاف كويشنير، الجنرال انكزايتي سكور، الديليريوم سكيلز يعني العيان ما يحسش وقت بقالي سرطان يا جماعه، انا بقيت عيان نفسي حاجه زي الكاتشر اللي موجود عندنا هنا مثلا في البلاد العربيه او في مصر، ففعلا هيقولوا انا بقالي سرطان وكمان بقيت مريض نفسي. فاحنا عايزين تول يبقى اساس ستيبلايزنج للعيان سهل قوي يعملوا بسرعه، لان هو عمال يفكر في حاجات تانيه كتير، عمال يفكر في اولاده، وعمال يفكر هو انا هيحصل لي ايه؟ فعايزين نعمل تجهيز قصري. وهنا طلع الانكولوجي ستريس سكرين. فهو عبارة عن المولكيولا يا جماعة، المولكيولا بسيط جدا، يعني مجرد إن إحنا بنعمل بريدكت للستريس بنديله تلاتة، بس بنسأل العيان لازم يكون بيعمل التسكين على النهاردة وعلى الأسبوع اللي فات، يعني إحنا بنقول النهاردة والأسبوع الأول. إيه رأيك إنك أنت تقوليها بس بنديله تلاتة أنت حاسس بالستريس ده إيه؟ طبعاً العيان ممكن يروح عند تاني، طبعاً أنا ممكن في ستريس، وكلمة ستريس عايزين نفهمها لكم ان هي سايكولوجيكال اند سوشيال اند ايموشنال سيمبتومز اللي ممكن تكون، بس مش شرط هي لازم تكون اثرت على الكوبينج فانكشن بتاعك. لكن لو موجود عندك السيمبتومز والكوبينج بتاعك او الفانكشن بتاعتك از نوت افكتد دونت وري يو ويل بي جود. ولكن بره كمان يعني تخيلوا في ريسبشن بس، يعني والعيان قاعد بره في السنتر بتاع الاونكولوجي وراح بره بيوزعوه على العينه وهم عارفين ريسبشن الاونكولوجي يشوفهم، فبيوزعوه ويكلموه من العيانين قبل ما العيان يدخل الدكتوره روحه في العياده بتاعتها جوه. هيكون تقريبا مونيتورنج للستريس ليفل بتاع العين. هو عباره عن زي ما انتم شايفين كده التليفونات اللي حتى اقصى شيء هو الستريس، وبعديها بيقولوا له بنطبق علم على اقصى من الاربعه من الثلاثه الاربعه اللي موجودين بعد كده، اللي هي لو عندك حاجه بروبلم عندنا مشكلة في الشايب كان، الهاوسينج، الانشورنس، الترانسبورتيشن، فاميلي بروبلمز، عندنا مشكلة في الانشورنس. لو انت قررت تحط اي حاجة في البوكس ده، لو سمحت روح عند البوكس اللي بعديه ولي أكتر بس في الفاميلي بروبلمز اللي بيشوفها، في البراكتيكال بروبلمز اللي بيشوفها، في الايموشن بروبلمز اللي هو بيواجهها بعد ما بيفيس ان هو اصبح كانسر بيشنت. في انذر سايكولوجيكال ستريس سكيل اسمه كاسبر سايكولوجيكال ستريس سكيل، ده برضه فيري سيمبل. خلي بالكم زي ما انا بقول لكم السكيل كلها 10 اسئله، بتبقى حاجه بسيطه جدا وبتبقى سهله للعيان يبتدي يريت انسلف من 1 to 5 ان هو هل هو فعلا عنده الاعراض بتاعت الايموشنال ستريس دي ولا لا. والكسر السيكولوجيكال ستريس دي بيبقى تايب بالذات في الاسبوع الرابع للستيجز، واحنا قلنا دي الفتره اللي ماكسيمم انكزايتي اند ديبريسيف سيمبتومز اللي
بتاعت العيان ممكن تكون ظاهرة، ولكن عندك في الرجل ريفيو بتاعت العيان وساعتها قلب الريفيرين تبقى سبيشالست هاز بروفايدر زي السايكايتريست أو السايكايتريست. فاهم كيف؟ من 1 to 10 السكورينج بتاع الأولويات من 10 ل 19 بيقول هيز لايكلي تو بي ويل، اتس ويل اند جود، ولكن 20 to 24 عنده مايلد سيمبتومز، 25 to 29 عنده مودريت، and 30 to 50 has a severe disorder. وساعتها فعلا هنطلع عليه وهنقول له على فكره ان احنا ممكن كمان هنحط بعض الادويه وبعض سبل وسائل المساعده الاخرى للعلاج بتاع الاوبرش. الانكزايتي والكانسر انا هتكلم بس على المانجمنت، لكن الدكتوره رحمه هتقول لكم بتشوفوا عليهم شكلها ازاي، ولكن ما زال الاس اس ار ايز عندنا is the primary approach to generalize the prevention of panic attacks. The short-term use of the benzodiazepine, it could be well tolerated, safe and effective drugs for anxiety. The side effects of the benzodiazepine, it's not the side effects of the benzodiazepine. ولكن في الاونكولوجي بالذات في الكانسر بيشنز هنشوف الانتي سايكوتيك، احنا اوقات بنستخدم السايد افكت بتاعت العيان كمان في العيان، يعني الانتي بريكلامناستيك بروبرتيز هتقلل النيجاتيف امباكت بتاعت العيان في الكانسر تريتمنت اكسبيرينس بتاعته. فتخيلوا ان الكلانزابين او زيجريكسا مش فيري ويل نون ان هو بيعلي الابيتايت بتاعت العيان، فاحنا بنستخدمها للكانسر بيشنز اللي الابيتايت بتاعتهم قلل بسبب يبقوا حصل لهم لوس اوف ويت. فأنا حسبت إن الكلانزابين زي كده اللي بيفرح الشهية بتاعي كده بالنسبة لنا تعريف الإندوكرين مرعب، ولكن لا، هم يا جماعة بيزودوا الوزن بتاعكم وده برضه هيزود الإندوكرين فورس بتاعتكم ويخليكم تتغلبوا على الكانسر. ولكن طبعا عشان البنزودايزابين معروف إنها ليها أديكت بروبرتي، إن أنا البنزودايزابين برضه يعني مو بايك تو ريليت حاجة رانتم وهيدروكسيدين فورس بتكون هاتفين أنيتات. شو رأيك كل الروس تحت الأدريسيشن للبنزودايزابين؟ شو رأيك في الأور والآي بي والآي إم والبي آر؟ كل الطرق اللي نقدر نستخدمها للبنزودايزابين للعيانين بتوع الكانسر بيشنت شو رأيك أند إت إز أبروفد. ولكن الحاجة المهمة جدا إن زي ما قلت لكم كلمة الباليتيف كير أو عيان في المراحل الأخيرية للكانسر ما أقدرش أستخدم الأس إس آر أيز. الأس إس آر أيز معروفة إنها بتشتغل عندنا بعد فترة قد إيه؟ بعد ثلاث اسابيع وممكن توصل شهر، والعيان عايز يمكن تجيب النهارده من السيمتومز اللي موجوده عنده، ولذلك هنبقى بنقيس كده في السكيلز والسيدي فورم هبقى محتاجه اكتر حاجه ثانيه غير الناس السرعيه هتكون بتشتغل بسرعه. الدبرشن، واحنا وقتنا ان الدبرشن اكتر وقت يعني زي عباره عن بريدكتيف، هو بقى ليه علاقه بالكوتشنج والادرنس and decrease the survival بتاعت العيانين بتوع الكانسر. يمكن اكثر في انواع كتيره جدا طبعا الكانسر ممكن تظهر، الستاتس بتقول ان كل ما العيان عنده اكثر الاورفرينج تايبس اوف كانسر دول اكثر ناس يمكن عشان السيجرت او الناس اللي ليها علاقه بالحاجات الحيويه اللي بتحصل كل يوم بيشرب بياكل، دول اكثر ناس بيكون عندهم ديبرسيف سيمبتومز. ولكن في طول الكانسر في الراجل في ماليكوس والكوما الدكتوره رضا ممكن تقول لنا اكتر انواع الدبرشن بتشوف في الكانسر عندها شكلها ازاي؟ كمان الدبرشن يا جماعه تخيلوا ان هو بيبريدكت مورتاليتي، يعني لو انا عندي اعراض بس انا عندي 26% بريدكت مورتاليتي، لو عندي ان اس بي ميجر ديبرسيف ديسوردر تتخيلوا ان المورتاليتي بتاعت العيون بتوصل ل 39% and it continues to be a risk factor. مش مساعدة كده، العيانين بتوع كانسر يا جماعه برضه ان هو as twice a time at the general population. هو بيقول على طول risk factor ولكن وجدوا ان الكانسر تايب with the highest rate of suicide هو على اللونج والهيد اند نك gastric and pancreatic cancer. في الباليتيف ستيج 3 to 20% of those patients we have a pervasive and sincere wish
في الوقت الأول ستيم SSRI في الفيرست لاين تريتمنت، وبرضه من SSRI الستيج ديت للكانسر بيبقى مهم كأنتي انفلاماتري بعد الإصابة في الهيبيتاليوم كارسينوما، أو إن SSRI فيها أنتي تشمل الفئات. وعنده كل concentration أو عنده الكثير دبندنس إلى فيه اللي نحن نستخدم الوبروبين. الفينلافاكسن والجيروسيتين واللودوزس بتاعت الترايسايكليك أنتي ديبريسنتس الإيديوباثيك بين اللي هي العقد الكانسر اللي بيصيب الجهاز العصبي أو البرين. الفينلافاكسن من الـ SSRI it will help alleviate the heart pressure. الفود ستابيلايزرز يا جماعة فيها ليست إيفكت. الفيديو ما بتستخدموش الكاربامازابين والدباكين ما بتستخدموش علشان الهيماتولوجيكال سبريشن الهيماتو توكسيستي والعيان ما بيبقاش ناقص. الكاربامازابين من الحاجات اللي بتبقى فيفرت والبيجرالين اللي بيستخدم كمود ستابلايزر للعيان ده، وليسي طبعا البحث العلمي كله متواجد اللي هو يتقال الباص كاربامازابين ان هو بيد هاد انفكشن اوف الديبريشن بين الانزايتي سيمبتومز، وكمان في علاقه ببعض الامراض الكانسر اللي بيستفيد بالنيرفز وان هو بيحسن الحالات دي تبع الانسبتس. يمكن في الحاله دي في الترم الجديد انا كنت بعيد عن الكمان انا اقتنعت استخدمه هاف الديسكارتي دوز بتاعت الاس ار اي، ما ينفعش ادي العين كل دوز زي العين بتاعت الفشل اللي ما عندوش فرق. الكانسر بيشنز هنستخدم هاف الديسكارتي دوز. بعض الولايات بس يعني احنا طبعا كجامعه عربيه لسه مش موجود فيها، في حاجه اسمها حاسب الدفع اللي هي بتقرب فيزيشن اسيست الدفع. وبعض الولايات قرب امريكا زي واشنطن وكاليفورنيا والحاجات دي كلها الفيزيشن يعني مصرح ليه ان الاسيست الدفع غير من الستيج بتاع المعينين بتوع الكانسر، ودي طبعا لحد النهارده احنا مش عندنا. ولكن طبعا وجدوا ان الدبريشن اكيد فيجر ودي في مانج فيزيك اند سايكولوجيكال ديستريس في العيانين دول it will lead to less treatment وممكن يرجع عن قراره ان يطلب من الفيزيشن ان هو يساعده في حاجه زي كده. ولا زال الاوفر اول سايكولوجيكال تشيك جولز بتاعتنا it will maintain control of your life it will assist in driving healthy coping strategies it will help to control anger, denial, panic, despair, fears of rejection and abandonment it will help to establish self-respect by assisting with the resolution of guilt, shame and self. مهم جدا يا جماعه غير الادويه السايكوثيرابي كل انواع السايكوثيرابي بتاعتنا الكوجنتيف بيهيفيرال سايكوثيرابي السبورتيف الانديفيدوال في يمكن سايكوثيرابي جديد احنا بنضيفه عندنا هنا احنا برضه مش بنستخدمه كتير عندنا في السايكايتري اسمه ميدين سنتر انترفنشن. لو قريت الجمله دي وقطع عندي فيها he who has a right to live for can bear with almost any harm. لو انت فعلا يعني لكنك you have to fight for your life you have to have the meaning of your life. فكرة الميننج ان انت تدي مسمى لحياتك وفعلا تيقن اهمية وجودك وتساعد نفسك اكتر to meet such سؤول الامراض. الميننج ده بيتعمل سبب to meet sessions ولكن الفوند بتاعته to meet better. بس اهم حاجة في الميننج سبب السايكوثيرابي ان انا برجع للسبيريتشوال ويل بينج بتاعت العيان ايا كانت ديانته. مش شرط الاسلام المسيحيه الايرانيه ولكن انا بحاول ان انا improve the spiritual well-being of this patient the sense of meaning as well as decreasing the anxiety the hopelessness and desire of death. اشكركم يمكن ده تكون كده بسيطه الدكتوره رونا بقى هتكمل لكم. And the head of the unit of CNS malignancy. في الحقيقه it's a great pleasure ان احنا نبتدي سايكو اونكولوجي. عيان الكانسر انا دايما بقول حاجه، انا مش بعالج كانسر، انا بعالج بني ادم. مش الشطاره ان انا اخليه كيورد اوف كانسر، انما الشطاره ان انا اخليه الكواليتي اوف لايف بتاعته نوت افكتد، يمارس حياته بمنتهى الكفاءه.
خلينا نشوف ايه هي psychological aspect in cancer patient. في الحقيقة دكتورة أميرة touched very important and crucial points من وجهة psychiatrist. خلونا نشوف بقى من وجهة الأونكولوجيست. أولا الكانسر احنا عندنا جلوبكان is a statistical measurement the last published in 2020. في عندنا around 140,000 new cases per year, expected to be doubled in 2030. So we have a lot of survival from cancer due to new investigation integrated. احنا دلوقتي بقى عندنا في الدمرداش بوزيترون ايميشن تموغرافي, يعني the updated diagnostic maneuver in cancer. عندنا دلوقتي بقى available in Egypt targeted therapy, immunotherapy. وعايز اقول لكم المفاجاه ان بقى integrated في البروتوكولات بتاعه وزاره الصحه. فبقى عندنا survival بقى long term survival. فانا الكونسيرن بتاعي ايه؟ حاجتين, ان اللونج تيرم توكسيسيتي بتاعت التريتمنت اللي انا بديه لان العيان ده هيعيش, مش هعيشه بمعاناه. والحاجه الثانيه psychological impact of cancer and cancer treatment for those patients. زي ما الدكتوره اميره touched very important point, هل الكرونيك ستريس lead to cancer؟ يعني دايما لما بيجي لي عيانه سواء كان في الدمرداش في البرايفت في الهوستل تقول لي بيفور الاونست اوف كانسر, تقول لي انا تعرضت لحاجه قهرتني يا دكتوره, مرات ابني عملت, دايما لها تروما سايكيك تروما. اوكي, فده اي سيرش, هل ده له ساينتفك باك جراوند؟ يس, اتس ريليتد تو كرونيك ستريس ليد تو انكريز cortisol release, norepinephrine, epinephrine, oxytocin, and decreased dopamine. This lead to cell instability, which reflected to genetic instability. So increase the oncogene and decrease or suppress tumor suppressor gene, especially B53. Another stressed by Dr. Amira, like angiogenesis, like proliferation, cell instability, and immune evasion. Immune evasion, subhanallah, احنا ربنا خلق لنا immune system قوي جدا من ال T cell وال B cell. تخيلوا حضراتكم لما ال stress to suppress a T cytotoxic cell اللي هي بتحافظ علينا من اي pyrogen, viral, bacterial, اي ميوتيشن بيحصل في السلم. طب لما دي تبقى سبريست بتديني تشانس فور تيومر اكتيفيشن. كانسر هاز مور ذان فيزيكال امباكت, هو مش مجرد illness, مش مجرد نوزيا فوميتنج لونج سيبتوم جي اي تي سيبتوم هذاك, نو, ات از ايموشنال سبيرتوال سوشيال فاميليال امباكت. احنا العيان بيبقى عيان واحد كانسر في العيله بيشقلب العيله كلها. So psychological cost, it is a psychological, social, spiritual and physical. Patient diagnosed with cancer have a common fear and concern. Let us to start with the shock. زي ما قالت الدكتورة أميرة إن العيان بيبقى فيه some sort of unbelief, هو مش مصدق إن جاله كانسر, و shocked, and then an anxiety, and then may pass to depression, and then adaptation with treatment a relief of symptom. After the diagnosis of cancer, the patient goes through different phases. Initial shock and disbelief, second confusion and symptom of anxiety and depression, وبتختلف according للpersonality, للfamily support, للcaregiver, للstate of disease. يعني حضراتكم لا تتخيلوا معاناة مثلا عيان brain tumor with frontal lesion, في behavior changes, في attitude changes, في هو نفسه بيحس ان هو غريب. Adaptation and maladaptation, ودي الساعة
start the adaptation بيبتدي مع relief of septum and active management and the relief of cancer septum and sign. في الحقيقة في literature up to 60% of patients are newly diagnosed with various type of cancer develop at least one psychiatric disorder. The situation is completely different in our community. أنا عايزة أصلح دي إن إحنا up to 95% who are newly diagnosed with our patient have at least one psychiatric disorder. وده اللي لازم كلنا نبقى cooperated بالثرمومتر psychiatric test نشوف الكوميونيتي بتاعتنا أخبارها إيه. The adjustment disorder is the most common and the second is depressive disorder. Psychological distress, body image, suicidal attack, impaired cognitive function are also recorded with cancer. The Guardian stated that cancer affects not just the patient but all core family and support network. Psychological disturbance may present at any time. بس طبعا البيك بيبقى at diagnosis, at recurrence, and in terminal cases. بس انا عايزه اقول لكم ان الديلي لايف بتاعنا ان عندي عيانه بتقول لي انا بحس بكل اعراض الكيموثيرابي مع كل فولو اب. يعني هي كيورد وخلاص. يعني بتقول لي انا اسفه في اللفظ, انا بكره شهر نوفمبر عشان هو دوت الديت بتاع الفولو اب بتاعي, بيجيب لي كل الميموري بتاعت الديزيز والكيموثيرابي والسايكولوجيكال امباكت بتاع ده. انا غيرت لها الفولو اب, ما خليتوش في نوفمبر, خليته تشينجبل عشان ما يبقالهاش يعني very very heart to heart. اقول ايه يعني نفسيتها بتبقى عارفه حضرتك البي تي اس اللي هو البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر هو اكتر نوع من الانكزايتي وجدوه في العيانين دول علشان بيبقى عندهم فلاش باكس. yes. فطول الوقت الفلاش باكس شغاله معاهم. يعني عيانه بتقول لي طب ممكن اروح مستشفى غير كليوباترا؟ بقت عايزه تغير السيتنج كله. بالظبط بتقولي والله يا دكتوره انا غصب عني بس انا مش قادره, انا بحس بكل اللي انا بحس بيه. فحضرتك قلتي لي ساينتفك باك جراوند. زي ما ساعدكم الكونتيوم اوف ايفنت البيك ادياجنوزيس ريكارنس اند اند اوف ديث او اند اوف لايف. ذيس مي طب هل في ايتيولوجي فور ذات؟ يس. في normal reaction to diagnose of life-threatening illness. أنا عارفة إن المرض ده مرض خطير, فده بيخليه دايماً عنده sort of depression. وإن كان شغلكم صعب جداً إن دو differentiate actual depression ولا it is reactional depression due to the diagnosis of cancer. Manifestation of site of cancer. يعني زي ما بقول لحضراتكم العيانين الجلايوبلاستوما مينينجيوما, عندي عيانه مينينجيوما فرانتال مينينجيوما كانت البرزنتيشن بتاعها هيديك انكريز انتركرين تنشن اند بيهافيرال تشينجز. المينينجيوما حضراتكم لو هي زي ما طبعا انتوا ادرى مني المينينجيوما سيرجيكالي توتالي سيرجيكال ريسكتد فولود باي ادجيفنت راديوثيرابي, فكده العيان المفروض كيورد. العيانه لو جالها ساينوسايتس على طول حصل ريكارنس, وهي والفاميلي والسوسايتي والدنيا كلها ان خلاص حصل ريكارنس. يا ستي ما حصلش حاجه, طب نعمل انفستيجيشن. السيمبتوم اكزاكتلي البرزنتيشن بترجع لها تاني مع اي حاجه ريليتد. لو عندها يعني باد توث ليد تو هدك, يعني اسباب الهدك كومن جدا, common sinusitis, common cold, كل ده بيديها very hard time in الورم رجع. شبح ان الورم هيرجع دايما الكانسر بيشت بيبقى او معظمه بيبقى عايش. طب ايه الاتيولوجي بتاع ده؟ low serotonin level,
was linked with the elevation of blue inflammatory cell ودي لها relation direct relation as a cost factor to cancer. Cancer treatment itself يعني لا تتخيلوا مثلا ان دلوقتي احنا in Egypt the cancer breast one decade the age of cancer breast one decade younger. احنا بنشوف cancer breast at age of 20 ولما تبقى هرمون البوستف necessitating to stop her ovarian function. يعني انا بحولها بوست بنبوس at age of 25. فده طبعا الهرمون disturbance بكل مشاكل السنالتي بكل مشاكل البوست منوبوز بيبقى عندها very bad experience at that time. ف should be prepared يعني لازم ابعتها لحضرتك وابعت details التريتمنت اللي هي بتاخده لان هنقول بعد كده كمان ال interaction between medication. Cancer treatment may directly or indirectly affect the patient mental health. Like, احنا دلوقتي في الايرا of immunotherapy and chemotherapy. ففي تورم هتسمعوا اللي هما chemo brain. يعني ايه? A direct effect of chemotherapy on mental state. الimmunotherapy بيعمل hormonal changes. ممكن يعني من اوائل الحالات الimmunotherapy introduced in Egypt just couple of years. مع بداية الحالات لقينا حالة هي كانت رينال سيل كارسينوما ميتاستاتيك وبتاخد immunotherapy لقينا فرانك سيكوزيس وكان كان في attempt to commit suicide at hospital not reported. هي أول حالة reported بعد كده reported as a side effect of immunotherapy. حضراتكم كمان المديكيشن used to treat chemotherapy. احنا ما فيش chemotherapy without anti-emetic. الانتي-emetic بتشتغل على chemoreceptor. الchemoreceptor central acting. فبرضو بيبقى لها mood changes. في سكتر كبير جدا مثلا cancer prostate اللي هو cancer of senility. طيب cancer prostate, الانتي-hormone therapy, الoperation of total prostatectomy with sexual dysfunction, with incontinence, وكل ده يا جماعه له impact on life. ف treat your patient as a human being, never ever to treat a cancer or a disease. Pharmacological consideration, a high dose of corticosteroid. احنا عندنا في البروتوكول of lymphoma الشق الاعظم من البروتوكول ما فيش بروتوكول lymphoma without corticosteroid. كورتيكوسترويد انا بشوف لا فيه بشوف الانكزايتي بشوف الدبريشن بشوف مش لوس اوف ابيتايت بالعكس بيبقى عندهم نهم للاكل ما بيبطلوش اكل بالذات السويت الشوكر كل ده بيبقى اب تو دبريشن بتقفل الاوضه على نفسها وما بتكلمش حد. طب ازاي انا اعالج الليمفوما اللي هي كيوربل ديزيز وانا مش عارفه اعالج نفسيتها واخليها تروح الشغل اخليها تتكلم مع اولادها اخليها تتعامل مع جوزها عادي. فحضراتكم شق يعني مانداتوري ان اور تريتمنت. الانتي ديبريسنت والانتي سايكوتيك معظمها بيشتغل على كروموزوم انزيم B45. طيب ما انا عندي فاميلي كبيره جدا اسمها تيرونزيل كايناز انهبيتور. الفاميلي دي انتجريتد ان تريتمنت اوف لاين كانسر رينال سيل كارسينوما ان سام كيسز اوف بريست كانسر. طب ما هو في كومبيتيتور انهبيتور يبقى ده ويل ريفلكت او ويل ديكريز ذا افكت اوف انتي كانسر ميجرمنت. عشان كده الكلينيكال فارماسي كروشي ان اور اند يور ميديكيشن. الكوفيد ايرا طبعا العيان اللي بيجي له كوفيد انفورشنتلي كل الجايد لاين لازم تو ستوب ذا اكتف تريتمنت اوف كانسر. ما هيحصل ديلي العيان بيبقى بانيك انه هيجي له بروجريشن الديلي جاست وان ويك العيانه خوفها من الكانسر بيخليها ما تبطلش علاج الكانسر
وتاخده مع علاج الكوفيد. Unfortunately بتحصل يعني شفنا منها interaction وcomplication بشعة. وبعدين في الآخر لما فكرنا طب ما دي كان لازم تروح لسايكاتريست لأن هي البانيك إن الكانسر هيرجع خليها ما توقفش العلاج. فطبعا الدراج انتراكشن والفارماكو دايناميك اوف ذا ميديكيشن خلتها تعاني من كل السايد افكت. طيب كلينيكال براكتس جايد لاين سجست روتين سكريننج اللي هو يعني explained in a very elegant and beautiful way بدكتورة أميرة واللي لازم نفعله لمرضانا. Assessment of psychiatric symptoms should start with determination whether the symptom represents a normal reaction or psychological disorder or manifestation of cancer itself or its treatment. We have to collaborate to حنطلع سكيل ثرمومتر بحيث ان احنا على سكيل 4 or more should be referred to you. ليه ده 4؟ انا هخليه under observation. هو احنا مش هنعمل الاسسمنت او السكريننج ده وانس، ده انا كل فيزيت عندي المفروض ان انا اعمله لان العيان دايناميك، العيان مش ستاتيك. النهارده نفسيته كويسه ممكن الزياره الجايه يكون في حاجه suspicious in his investigation تخليه يتغير تماما السكيل بتاعه. It's recommended يا جماعة كمان. احنا عندنا الـ National Comprehensive Cancer Network the most realistic scientific evidence-based reference to all oncologists. تخيلوا بقى حضرتك ده is the last version just weeks ago endorsed distress as a chapter كامل بguideline بالscreening it's recommended وby definition of distress. Why distress? Why not psychological impact? Why not emotional? لأن the term distress was shown because more acceptable, less stigmatizing as mentioned by Dr. أميرة. Sound normal. لما أقول للعيانة إحنا عندنا في المجتمع العربي تقولك هو أنا مجنونة. يعني أنا حتى الـ very high educated لما أقول لها بعد إذن حضرتك إحنا محتاجين نزور psychiatrist هو أنا مجنونة؟ على طول. فلازم تبقى عندنا ثقافة إن distress مش psychological problem. أنت بتتعرضي لضغط عصبي زيادة ده هيأثر على كفاءة العلاج بتاعي من هنا تقدر تزور حضرتك. Can be defined and measured by self-report. As mentioned by Dr. Amira, it's so easy. هو just tick. Okay. طبعاً اللي عايشين لوحدهم احنا بنشوف دلوقتي family كل الممبر بتاعتها هجرت وسايبة الجراندما أو الجراندبا لوحده وديفلوب كانسر وألون ومن غير كافر. ده طبعاً السكور بتاع الدستريس عنده بيبقى بياخد 10 من 10. If, by definition, distress is a multifunctional, unpleasant experience of psychological, cognitive, behavior, emotional, in addition to social, spiritual, and the physical nature that may interfere, as mentioned by Dr. Amira, with the ability to cope effectively with cancer. يعني لو ده أثر على حياته، أثر على شغله، أثر على الريليشن بتاع الفاميلي ممبر بتاعته يبقى ده بيتعرض ديستريس. الجايد لاين بتقول إن هو سكور 4 أور مور شود بي ريفيرد تو منتال هيلث بروفيشنال. ليه ده 4 أنا أقدر أمانج بس في الحقيقة it is a dynamic it is a changeable. Once في أي فيزيت أنا حسيت إن هو changed from level 2 to 4 should be referred to you at once. طب ليه؟ طب ليه أنا لازم أبعته لكم؟ It's important to identify people who are at high risk of developing a mental health problem or worsening mental health. أنا عايزة تقول
هو انا خلصت؟ تايم خلص؟ ليه؟ لان دوت يا جماعه بيبقى ريفلكتد على excellent outcome, excellent quality of life, adherence to treatment. يعني العيان اللي عنده distress at level 7 مثلا بالثرمومتر ده مش هيبقى منتصم في علاجه, مش هيبقى, مش هقول مش راضي, لا هو مش هيجيني اصلا عشان ياخد التريتمنت. يبقى it's important to identify people who are at high risk of developing a mental health problem or worsening a mental health following their cancer diagnosis and within their or personal culture and familial context. This is طب الجايدلاين ال NCC guideline قالت لنا نقطتين مهمين جدا. مين العيان اللي انا اقدر اتوقع ان ده expected to be increased risk of distress, وامتى الوقت اللي احنا نتوقع ان لازم يزور psychiatrist. العيان عادي خالص طبعا بيعتمد على اللوكيشن, يعني عيان الكانسر برين غير عيان اللنج غير عيان البلادر. الحاجه الثانيه ان مهم جدا 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 الستيج اوف ديزيز, يعني ستيج 1 اللي كيور ريت. ما كل العيان دلوقتي بقى فيه ايه دكتور, يعني هو بيفتح النت وبيقرا وبياخد معلومات خاطئه ويجيني يناقشني في المعلومات. فطبعا ستيج 1 غير ستيج 4. هو عارف ان ستيج 4 اتس جاست بادي تفكير, وان كان الكلام ده اتغير تماما دلوقتي بقى فيه كيور مع نيو ميديكيشن ومع التارجت ثيرابي ومع الاميونو ثيرابي ايفن ان ستيج 4 كانسر. كانسر لانج دي كان ستيج 4 اللايف اكسبكتنس بتاعته 6 مانثس, احنا عندنا عيانين دلوقتي 5 years survival stage 4. فالدنيا اتغيرت جامد جدا. طبعا زي ما قلت لساعدكم اللي هو مفيش حواليه كير جيفر الون, هيترفض من شغله. يعني مثلا في عندي بنوته, البنوته ديت necessitating كان بتاخد الجلسه بعد ما ترجع من الشغل عشان تاني يوم لازم تروح الشغل الساعه 7 ومحدش يعرف, والا هي برايفت سيكتور والا هتترفض وهي ما عندهاش انكم الا ده. احنا من المنطلق ده عملنا جمعيه, الجمعيه ديت في الاسم عندنا جاست تو سبورت. يعني انا هطلب من عيان ازاي ميتاستاتيك لانج وهو انا اسفه يعني اللي هم اعمال اليوميه. طب هو عنده 5 عيال وبيته ومراته وهو العائل الوحيد. طب انا يعني مره بقول له اتاخرت ليه يا عم محمد على انك كده؟ قال لي بجيب لهم الاكل يا دكتور, هم هياكلوا طوب؟ هو عنده حق. فاحنا لازم نبص للسيتويشن از ا هول مش للبيشنت بس. طب ان سيرتن بيريد بيبقى العيان بتاعنا مور فرال, يس ا دايجنوزس ا ريكيرنس تيرمينال ستيج او ايفن ان سسبكتد. يعني هي العيانه كيورد بس وانا بعمل انفستيجيشن الروتين انفستيجيشن لقيت حاجه فيها سسبيشس, انا مش عايزه اقول لكم المعاناه اللي العيان بيعانيها at that time. عشان الوقت لا هو كده تقريبا انا اديت لحضراتكم كانت اخر سلايد اللي الدكتوره اميره حطيتها اللي هو سايكو اونكولوجي. سايكو اونكولوجي از ا برانش از ا تيم از ا مالتي ديسيبلينري تيم. ده الايه منه ايه؟ ريفلكتد على البيشنت, امبروف الاوتكم, امبروف الكواليتي اوف لايف, وهيحسني انا نتائج الكانسر مانجمنت. اند ثانك يو.